لو نطقتي هخطفك. عامله ايه؟ كويسه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كلمه هخطفك. خلاص تعالي. ما فين اصلا؟ انا مش عارفه هو ايه. لا لا مش في التليفونات، مش في التليفونات. اديني. تعالي تعالي تعالي. انا اول حاجه يا هايدي يا هايدي يا هايدي يا بنتي اللي ابعدي عنك تخون عيارين. يا عباس عامل ايه يا قلبي؟ عامل ايه؟ بتهزر؟ انا داخل تايه. داخل غلط. انا ازيك يا مروان؟ عامل ايه؟ ازيك يا مروان؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا زيجو؟ تعال تعال في ايه؟ ازنق. امسكيني امسكيني. مش فوتوشوب مش فوتوشوب مش جرافيك مش جرافيك. يا لهوي. تعال يا زيجو. يا سيجا يا سيجا. مفاجأة. والله العظيم أحلى مفاجأة. والله أنا قلت ما يصحش أكون في لبنان وما أشقرش على الولاد. أه طبعًا. عيب. كويسين؟ حبيبي. حاسس بيك هنا. أنت عايزين جمعة يجي بكرة؟ بجد. خلاص. أنتوا عايزين الجمعة دي تيجي بكرة بقالكوا أصلًا 3 شهور. لا خلاص. شكلك شايله معبي. ها؟ عادي. أنت فين؟ مبروك اول حاجه. الله يبارك فيك. ترامب يا نسيم اللي بكلمه. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا معلم؟ اخبارك ايه؟ كله تمام زي الفل. انت مين يا دعاء؟ مين انت من اولها عشان نبقى متفقين. عاملين ايه؟ الحمد لله. وصلنا فاينل. كانت حس الثلاث اربع شهور عدوا. ها هوت على قد ما تعبنا بس عدوا بسرعه. لا بس مبروك ليكم كلكم. الله يبارك فيك. حاجه فخر. حبيبي. الدنيا مقلوبه علشانكم بره. حبيبي. انتوا مش متخيلين حتى السوشيال ميديا لما بتجي لكم ما بتنقلكوش كل حاجه. حتى الهدايا لما بتجي لكم مش كل حاجه. الدنيا بره مقلوبه علشانكم. الناس بتحبكم جدا. مش كلام والله العظيم. مش كلام. جاهزين يعني للفاينل ان شاء الله؟ انتوا الاثنين عاملين ايه؟ جاهزين مش جاهزين يعني؟ مش جاهزين. انا كده اجري جوه رجلي بره. بس معلش انتوا بصوا مش كلام برضو يعني. ما الكلام انتوا بتاخدوه من حد جرب ستار اكاديمي، عاش في ستار اكاديمي وعارف الاحساس جوه وبره. فانا مش هكلمكم بدور المصلح الاجتماعي على قد ما انا بكلمكم بدور ان انا واحد مريت بالتجربه وعشت اللي انتوا فيه وحاسس باللي انتوا فيه. انتوا وصلتوا للمرحله دي ستار اكاديمي حاجه قويه جدا. لان انتوا اول حاجه من البدايه خالص دخولكم ستار اكاديمي عرفوا ان انتوا الناس ما تيجي هنا عشان انت يلا يمين في شمال. تعالى من جد تعالى. دخولكم ستار اكاديمي ناس اختارتكم من وسط الاف 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 مؤلفه قدموا على ستار اكاديمي. وانتوا عارفين ده طبعا. الناس هنا اختاروكم من وسط ناس كتيره جدا. وكمان توصلوا ما شاء الله لغايه في ناس وصلت فاينل وتوصلوا كمان للسيمي فاينل. انا عارف ان كل واحد حقه مشروع تماما انه يفكر في اللقب وان انا اخد اللقب. بس ان لا قدر الله ما حصلش موضوع اللقب ده انتوا كسبانين. كفايه حب الناس فعلا ما بهزرش. انتوا هتخرجوا هتتفاجئوا. الناس بتبقى حابه التفاصيل التفاصيل. ما بهزرش. عم يصلنا هدايا بالتفاصيل احنا. لسه هتشوف كمان رسائل. ان انا نفسي حقك ان انت عايز توصل. هي مسابقه بس في الاول والاخر احنا عارفين ان انتوا اصحاب واخوات وعشتوا يعني بعد ما تخرجوا ما تقطعوش مع بعض. اكيد. وما بهزرش. اكيد. لان في ناس كتيره بتخرج بعد ستار اكاديمي خلاص بقى ما بينسوا العشره. وكمان العشره اللي بتيجي تحت مواقف صعبه دي بتبقى عشره جامده جدا. بتبين كل حاجه. عشره حلوه جدا. صح. بيبقى ليها طعم. صح. عندك حق. فمهما يعني خرجتوا لقيتوا لان بيبقى في شعره. احنا بنبقى شهرين ثلاثه بنخرج نلاقي ناس عارفانا فجاه. شهرين ثلاثه. وهو ده ستار اكاديمي بقى. حياتك بتتغير. هو ده ستار اكاديمي. ان الناس بتبقى وصلت لمرحله ان انا مش بس بحب ان انا بعشقك. فاكره قبل ما تيجي كنت بقول لك ايه؟ ادخلي يا هايدي وهتشوفي عاشقه هايدي موسى، عاشقه محمد عباس، عاشقه حنان، عاشقه نسيم، عاشقه مر. فبس ثلاث شهور اربعه لقيتوا الناس خلاص مجانين بيكوا. فدي حاجه كويسه جدا. يعني افصلوا الشعره ما بين ان انتوا اتفاجئتوا وما بين ان انتوا ممكن تتغيروا بسبب المفاجاه دي. خليكوا زي ما انتوا حياتكم. بس بقيتوا سبوتات عليكم. بقيتوا مشهورين والناس بتحبكم جدا.
واللي بيحبوكوا دول بيحبوكوا بجد، بيحبوا صوت عباس، بيحب موقف صغير تلاقي الناس فاكراه العباس جدا وشايلينه فوق الراس، وغصبا عنكم حتى لو موقف عملته غصب عنك والناس قاسوه بره بشكل غلط، ما هياش مش مقصود، ما هي الناس برضو على قد ما بيحبوك مركزين على دي تفاصيل والتفاصيل التفاصيل. بس كويس ان انتوا فضلتوا صابرين، يعني اللي يصبر في ستار اكاديمي ده بطل، الناس ما بتبقاش عارفه، الناس فاكره. شفتي الموضوع متعب ازاي؟ متعب، بس موضوع متعب طبعا. انتوا لما كنتوا بتشوفوا ستار اكاديمي قبل كده كنتوا مفكرين بقى ايه بقى بتشرب وتلعب بس ستار اكاديمي يا عم استحاله. كان دينا بتقول ايه الشباب الروشه دي اللي بتعيش حياتها. استحاله ويا ريت ما تفكريش ده لغيرك مش عايش، وان كان على حاجه تانيه يا حبيبتي ما تخافيش تتجوزيني كملي لي نص ديني، ونكون سوا وتكون حبيبتي واكون حبيبك وتعوضيني قال الشقا حبيبتي تكون اكتر من شهر. وهنعمل احلى ليله عريس وعروسه جميله، ونلم كل العيله وتبقى ليله العمر. تتجوزيني وتكمليلي نص زي قريب فكرت فكره ما بهزرش والله، قريب قاعد مع اصحابي بقول لهم هو ايه المشكله ان انا اعمل في الحفلات بتاعتي اعمل بوفيه، ما بهزرش بقى. الناس فانت بريك مثلا الناس تاخد تروح يعني مثلا تطلع حفله ثلاث اغاني، طب يا جماعه يلا على البوفيه ونرجع نكمل ثلاث اغاني يلا فرحك. والله العظيم ما بهزر، حتى ده تسويق والله، ده ماركتنج يا عم. والله يقول لك ايه ده انت رايحه فين يا بنتي؟ انا رايح حفله سراج بيعملوا اكل حلو قوي. والله ما بهزر جديد. طب والله العظيم انا فكرت ايه المشكله ان المطرب يعمل بوفيه؟ ما تعمل ببلاش اكيد. ايه تعمل حفله ببلاش اكيد؟ ايه ما فيش يعني ده انا بدفع فلوس. يا الله يا الله. ناويين على ايه انتوا؟ فكرتوا بقى طبعا في كل تفكيركم دلوقتي. نخلص اللي نخلص واشوف اصحابي واشوف اهلي واشوف البيت. والله العظيم صح صح اكيد. بس والله بطوله منكم. انا في غلطات انا نفسي وقعت فيها وانا جوه ستار اكاديمي، كنت مستعجل ان انا عايز اخرج ودماغي ذهني كان بره اكتر بصراحه. ذهني كان بره اكتر مع العلم ان ما كانش متوفر للاجيال بتاعتنا في ستار اكاديمي السوشيال ميديا، وان احنا نبقى لامسين الناس ايه وضعها برنا من ناحيتنا. هي عيني كانت اسم اس نايت كده كل يوم الحد نفضل قاعدين كده يعني اس نايت يعني كل واحد يطلع له كده بمسجين ثلاثه يلا رضا. لكن دلوقتي ما شاء الله تقوموا قومي عباس مش عارف ايه قومي هايد قومي حنان. فلا احنا كانت برضو هي في كل الاحوال ضغوط يعني. بس طبعا احنا الضغوط عندنا كانت مختلفه مع الفتره كمان بتاعت الكاستنج دي اللي بقول لكم عليها نروح. فتخيل انت عايش في حلم ستار اكاديمي ده، بتقعد مثلا تصفيات فيه مثلا لمده 6 شهور وتعرف زي ما انتوا طبعا عارفين قبل البرايم بيوم ولا بيومين. ففعلا فعلا بطوله يعني بطوله. وايه وان انت بتتاخد يا معلم بتتاخد على سهوه تسحلك معسكر انت رايح بتقول ايه تسحلك معسكر
معسكر جدا. لا فعلا زي ما هو سراج بيقول انت بتبقى رايح مفكر ان انت رايح فاكر ان الدنيا هروح اجري وهنزل وهخرج واولع الدنيا في لبنان. بقول لكم قوي انتوا الاثنين لما عملتوا بتاعه الثوار بحبها جدا في الاول خالص. انا بحبها جدا. لا انتوا لو نسيتوا حاجاتكم فانا مش ناسي. انا بتكلم نطلع بيها توب 1 الورد. شفت الورد جميل حبيلك جدا بتاعه. كان في تابلو كده حاجه لهيفا وانت بتكسري وما خدتش بالي. ايوه في ففي صرف يعني ما شاء الله عليك. ما بهزرش. الورد جميل ما شاء الله. هادي عوضه هادي عوضه حاجه حلوه. وهادي عامل لكم شغل حلو قوي طبعا صح. حبيبي هادي وكل المجموعه بصراحه. انا ما اتشرفتش بكل الناس هنا يعني. كان نفسي جدا اتشرف بالاساتذه عندكم بس انتوا معاكم اساتذه محترمين جدا جدا ما بهزرش والله العظيم. مدام ميري كانت مدام ميري طبعا حبيبه قلبي يعني. مدام ميري من اول سيزون طبعا ما شاء الله. مدام ميري من اول سيزون طب شو يا مدام ميري وحشانا. مفيش طالب في ستار اكاديمي على ال11 سنه غير بعت لك السلام ووحشتينا ونحن السابقون وانتم اللاحقون لما اسمع لما النسيم وما اسمع مع نفسي لعمر القديم ولما الوقت يتأخر بعد حبيبي أدور على أي فيلم عبد الحليم الله بفتكرك لما اسمع لما النسيم وما اسمع مع نفسي لعمر القديم ولما الوقت يتأخر بعد حبيبي أدور على أي فيلم لعبد الحليم وليالي وليالي بس فكرت اقولها ثاني رخص عليها